الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير صحيفة الأخبار المصرية ينضم إلينا. دكتور أسامة أهلا وسهلا بحضرتك. الموقف المصري منذ تفجر الصراع في أوكرانيا كان موقفا أقرب إلى المحايد، متوازن، منفتح على مختلف الأطراف، وهذا ربما استمر حتى هذه اللحظة. ما الذي يمكن أن تحتاجه روسيا من القاهرة في خضم هذه الأزمة المستعرة؟ أولا تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. بالتأكيد هناك رهان روسي واضح على موقف القاهرة المتوازن. بالفعل القاهرة اتبعت منهجا متوازنا ونشطا في الوقت ذاته، لم تكتفي فقط بالتوازن في المواقف من الأزمة والدعوة لإنهاء الصراع وتغليب الحلول السلمية، ولكنها أيضا شاركت في العديد من المبادرات والداعية لإنهاء هذه الأزمة وهذه الحرب. وبالتالي هناك أيضا رهان روسي كبير على موقف القاهرة كدولة وازنة في الإقليم، خاصة أن القاهرة حافظت على انفتاحها مع موسكو، استقبلت وزير الخارجية الروسي لافروف في أكثر من مناسبة، أيضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شارك في القمة الروسية الإفريقية وكان أحد العناصر التي ساهمت في إنجاح هذه القمة، إضافة إلى أن التعويل الروسي على مصر لا يقتصر فقط على دعم العلاقات الثنائية باعتبار مصر دولة فاعلة في الإقليم، ولكن أيضا مصر بوابة لإفريقيا، وإفريقيا تتمتع بأهمية كبيرة في معادلة السياسة الروسية في السنوات الأخيرة، لا سيما وأن إفريقيا تمثل ساحة من ساحات التنافس الدولي. روسيا حققت وجودا كبيرا على مدى السنوات الماضية على الساحة الإفريقية، تسعى أيضا إلى تعزيز وجودها خاصة في ظل محاولات الغرب لحصار روسيا وعزلها دوليا، ولكن الحقيقة أن إفريقيا كانت واحدة من الساحات التي حققت فيها السياسة الروسية نجاحا كبيرا، وبالتالي أتصور أن روسيا تنظر إلى القاهرة كبوابة مهمة للحضور في القارة الإفريقية، فضلا أيضا عن الإطار الجديد الذي تكون مؤخرا وهو انضمام مصر أو دعوة مصر للانضمام إلى بريكس، وأتصور أن موسكو تراهن أيضا على أن يكون للقاهرة دور فاعل في إطار هذا التنظيم وهذا التجمع، لكي يتحول من مجرد تجمع اقتصادي إلى إطار أشمل للعمل وتنسيق الجهود ما بين الدول الداعية لبناء عالم متعدد الأقطاب، لا سيما أن إفريقيا ومصر تحديدا في منطقة الشرق الأوسط تتمتع بموقع مهم للغاية في إطار إعادة هندسة النظام الدولي الجديد. دكتور أسامة، إذا كان الصراع في أوكرانيا لا أفق لحسمه ولا يبدو أن هناك ضمانة لإنهائه بأي صيغة من الصيغ، لكن التخفيف من غلوائه والتقليل من حجم تأثيراته التي أديرت معها اقتصادات دول ناشئة عدة، وهذه مسار حديث كل المؤسسات الدولية تقريبا، كيف يمكن الوصول إلى هذا التصور إذا بقي الصراع أن تبقى الأمور على الأقل خفيفة في مستوى تأثيراتها خاصة في قضية الأمن الغذائي لهذه الدول؟ صحيح، يعني أولا مسألة التوصل إلى تسوية سلمية في التوقيت الحالي تبدو بالفعل بعيدة للغاية، حتى باعتراف رئيس مجلس الأمن الروسي نفسه عندما أشاد بالمبادرة الإفريقية لحل الصراع وأكد انحياز روسيا لهذه المبادرة، ولكنه في الوقت ذاته اعترف بأن المرحلة الحالية تبدو مسألة التسوية فيها صعبة، وبالتالي الحل البديل هو تبريد العديد من التأثيرات والتداعيات الخطيرة لهذه الأزمة، وفي مقدمة هذه التداعيات مسألة الأزمة الغذائية العالمية، خاصة أن روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للحبوب، وإفريقيا من أكثر المناطق المستوردة للحبوب، وبالتالي يمكن تهدئة أو تبريد بعض هذه الملفات عبر التوصل إلى توافقات تتعلق بفتح مسارات تصدير الحبوب بشكل آمن، إعادة التفاوض مرة أخرى على بعض الاتفاقيات المتعلقة بتأمين نقل شحنات من الأغذية لضمان السيطرة على ارتفاع أسعار الحبوب. مسألة أيضا مهمة للغاية ما يتعلق بأمن الطاقة، خاصة أن روسيا من الدول المصدرة للغاز والنفط، وأوروبا امتنعت أو استطاعت أن تستبدل الغاز الروسي بمصادر أخرى للطاقة، يمكن أن تصل هذه الواردات الطاقة من روسيا إلى دول أكثر احتياجا خاصة في الاقتصاديات الناشئة، وبالتالي يمكن أيضا التخفيف من تأثيرات وتداعيات هذه الأزمة السلبية لا سيما على الاقتصادات الناشئة، ولكن للأسف الشديد يبدو أن كثير من القوى
القوى الدولية لا سيما الولايات المتحدة لا تريد أن تقدم مثل هذه الحلول، لأنها تريد أن تخنق الاقتصاد الروسي، تحاول أن تسد المسارات التي يمكن لروسيا أن تنطلق من خلالها وتستعيد عن الأسواق الأوروبية، وبالتالي المسألة تبدو صعبة للغاية، خاصة في ظل تعنت المواقف الأوروبية والغربية بقيادة الولايات المتحدة. ولكن في النهاية أتصور أن التفاوض الجماعي من خلال منظمات دولية ومن خلال مجموعات فاعلة كمجموعة الـ20 أو الدول الإفريقية أو دول عدم الانحياز وغيرها يمكن أن تمثل رقما مهما في إعادة بناء معادلات لتهدئة الأوضاع أو على الأقل احتواء التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية. شكرا جزيلا لك من القاهرة دكتور أسامة السعيد، مدير تحرير صحيفة الأخبار المصرية، أشكر حضرتك، شكرا جزيلا.